فنجان الحصاد. اسقط أيها التفاح. توبي، أخبرتك بأن عليك الانتظار. اسقط، واحدة فقط، هيا، تفاحة صغيرة واحدة فقط رجاءً، هيا. لن يحدث هذا يا بارتلبي، أشجار التفاح لا تسقط ثمارها إلا حين تبدأ بقيلولتها الشتوية. ترو محقة بارتلبي، لا يمكنك استعجال شجرة تفاح، وإن أخذت الثمرة قبل أن توقعها، الشجرة ستنزعج بشدة. هل بقدر انزعاجي؟ لأنني لم أكل التفاحة بعد. وأكثر. أنا لا أظنك لاحظت بدقة مدى الحزن على وجهي. سأحاول مجدداً. الأمر يستحق الانتظار، فإن قطفت الثمرة مبكراً سيكون مذاقها حامضاً وستنزعج بشكل آخر. عجباً يا ترو، هل أكلت تفاحة حامضة للتو؟ لا، كنت أوضح لبارتلبي ما يحدث بهذه الحالة، فلم يعد يحتمل الانتظار. بصراحة يا بارتلبي، الأمر أكبر من مجرد تفاح طازج، فأوراق الشجر كلها يتغير لونها. أحب تحولها من الأخضر إلى الأصفر الذهبي والأحمر القوي كالفجل. أوه، أنا متحمسة لغفوة الأشجار. لن ننتظر طويلاً، فالقائد الأكبر لمهرجان التفاح سيأتي في أي لحظة لاستدعاء غيوم الخريف الرمادية الداكنة. ها قد أتى. رحبوا رجاءً بمحترف الكآبة وخبير القلق وأمير الأحزان، ابن عمي غلامي غلوما. أصبحت مفيداً، يا لفرحتي. بل مفيد جداً، أنت سبب موسم حصاد التفاح. يا للروعة، دعنا ننهي الأمر فحسب. لما تهتمون بمهرجان حصاد التفاح على أي حال؟ يتحمس الجميع لتغير الفصول، الهواء العليل والمرح ولون أوراق الشجر ودفء الأغطية. لا تنسي الأوشحة. والأوشحة. لكن الأهم هو التفاح اللذيذ. لا أظنه جيداً لهذا الحد، لا شيء يستحق هذا المدح. هل تعني أنك لم تأكل تفاحة من قبل؟ لا أحب تجربة أشياء جديدة. لكن حتى أنت ستحبها يا غلامي، إنها حلوة ومقرمشة وشهية. سأقيم هذا بنفسي. لكنها ليست جاهزة. حامضة ولينة وليست شهية على الإطلاق. لا أفهم لما قد يحبها أحد غيري أنا. إنها غير جاهزة، سيتغير مذاقها حين تنضج. لا أريدها أن تتغير، إنها مثالية كما هي. لا يعقل أنك تعني ما فهمته. ستظل الفاكهة حامضة ومهرجان التفاح سيلغى. هذا ما فهمته من كلامك. لا مهلا، عودي يا غيوم وأعيدي ظلك الرائع معك. لم أتوقع أن التفاح الحامض مقزز هكذا. لابد أنني أجهل أشياء كثيرة. بالضبط. لماذا لا أريك بعض الأشياء الرائعة التي تتغير في المملكة؟ كيف ستفاخر بيشاح الجديد بهذه الحرارة؟ ألا يهتم أحد بالأوشحة؟ إنه مزارع موسر، ماذا سيحدث إن لم تسقط الأشجار ثمارها وتخلد إلى النوم؟ إن لم تحظى الأشجار بقيلولة شتوية ستظل حزينة طوال الصيف القادم. مهلاً، ما معنى هذا؟ ماذا سيحدث لثمار التفاح؟ لن تكون الثمار حميضة بهذا العام فقط، بل ستظل هكذا في العام القادم وما يليه. لا تقل وما يليه أيضاً، ليس العام الذي يليه. إذن علينا مساعدتها لتنال قيلولتها الشتوية، ربما نجد طريقة لتهدئة الأشجار وحينها ستهدأ وتخلد إلى النوم. هذا ممكن. أنت شجرة جيدة، اهدأ الآن، اهدأي وأعطي الفاكهة للمساعد اللطيف، هياب. أوه لا، أصبحت الأشجار عصبية، لن تقتنع بالنوم الآن. لكن هكذا لن نأخذ التفاح الحلوة أبداً. مهلاً، دعا المساعدين. علينا التصرف فوراً يا أبي،
نحتاج المساعدة. أوكي ميولو، إلى شجرة الأمان رجاءً. وشاح أم قبعة؟ أوه، مرحباً بكما. كنت أختار ملابسي لموسم حصاد التفاح. لن ترتدي شيئاً، لأن موسم حصاد التفاح لن يأتي. قطف غلامي غلوما تفاحة قبل نضوجها وقرر أنه يحبها حامضة. أبعد الغيوم وسحب قواه الكئيبة. الأشجار مستاءة وترفض إسقاط الفاكهة. ألن تتغير المواسم؟ هذا سيخل بتوازن كل الكائنات الحية. فلنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأمان؟ حسناً، علينا إيجاد حلاً لسطوع الشمس لأنه يمنع الأشجار من النوم، ونريد شيئاً لتهدئتها لتترك المساعدين وتحظى أخيراً بقيلولة الشتاء. سمعتك شجرة الأمان ترو، حان الوقت لأمنياتك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جداً حلوة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. بينج بينج. نصنع المعجزات. إنها مجموعة أماني مدهشة، فلنرى ماذا ستقول الموسوعة عن قواها. هذا شيدي. شيدي، أمنية بهيئة مظلة تغطي الأشجار حين تزهر. يمكنك حماية الأشجار من وهج الشمس، وحينها ستدرك أنه وقت النوم. والأمنية التالية هاشاباي، أمنية الغناء. بوسع هاشاباي أن تهدئك بموسيقى رقيقة ومريحة. ستغنين للأشجار حتى تغفو. سررت برؤيتك مجدداً. وأخيراً لدينا بينج بينج، إنها أمنية مذياع ترسل الصوت لأماكن بعيدة. ما تقولينه عبر نصفها الأول يخرج عبر نصفها الثاني. سررت بلقائك بينج بينج. أوه، حان دوري. بارتل بي قط رائع. بارتل بي قط رائع. أوه، كدت أنسى. نصفا بينج بينج يحبان البقاء معا ويتوتران إن افترقا. مثلي أنا وترو. لا أعرف كيف ستساعداننا يا بينج بينج، لكن أعدكما بألا تفترقا طويلا. حظاً طيباً. شكراً زي، سنفعل ما بوسعنا. الشمس ساطعة جداً من دون الغيوم الرمادية. أظن الوقت حان لتخلع وشاحك. مستحيل. قريباً. حسناً الآن. أتسمع صوت بكاء؟ نعم أسمعه بالفعل. لا أعرف إن كان صوت الأشجار أم المساعدين. أياً كان، يبدو أن المزارع موسر بحاجتنا، فلنذهب. حسناً يا بي، علينا تهدئتها. هل نهدئ المزارعين أم الأشجار؟ كليهما. وقت أمنية الأولى. زب زاب زو، أختارك. استيقظ شيدي، تحقق يا أمنية. حسناً شيدي، عليك تغطية الأشجار. أعلى. أو لا، شيدي عالق، تضخم بوقت مبكر. يجب أن يرتفع فوق الأشجار ليغطيها. كيف سنخرجه من هناك؟ كان بإمكاننا تسلق الأشجار لولا حركتها الشديدة. عذراً يا شجرة التفاح، أتسمحين لنا بتسلقك؟
لا فائدة يا ترو، سيمنعها انزعاجها من سماعك. لكن قد تستمع لأغنية هادئة. حان وقت أمنيتي الثانية. زب ساب زو أختارك. استيقظي يا هاشاباي. تحققي يا أمنية. حسناً يا هاشاباي، غني تهويدة لتساعد الأشجار العصبية على النوم. أيمكنك ذلك؟ حسناً يا بي، تحدث وأقنعها. مرحباً سيد وسيدة شجرة، ارفعاني إلى الأعلى من فضلكما لأساعد شيدي في التحرر. شيدي، أيمكنك التقلص للحظة رجاءً؟ شيدي، افرد جناحيك. أحسنت يا بي، انظر الأمر ينجح. إنها نائمة. أيمكننا قطف ثمار الآن؟ لا أنصح بذلك. لا لا لا، لا تصدر أي صوت. لن نستطيع أن نصمت للأبد. ليس للأبد، حتى يتغير الفصل فقط. ولفعل ذلك يبدو أن علينا إيجاد غلامي. نجد غلامي؟ فكرة جيدة. ستكون فكرة جيدة أيضاً إن أتيت معي. أتفق معك. أوكي ميولو. أخفضي صوتك، الأشجار تحاول النوم. مستنقع غلامي مشمس أكثر من العادة، لابد أن هذا يضايقه. ربما يساعدنا ذلك لإقناعه بإعادة الغيوم. ملك قوس قزح، أين غلامي؟ دخل مسكنه ويرفض الخروج. لقد حاولت إقناعه بإعادة الغيوم وتغيير الفصول. والنتيجة؟ فهمت، ما زالت الشمس ساطعة، لم يقتنع. فعلت ما بوسعي لأثبت له أن التغيير أمر جيد. جعلته يرى كيف تنسج اليرقة شرنقة وتتحول إلى فراشة، لكن غلامي أحب شعور لزوجة اليرقة ورأى أن الأفضل أن تظل لزجة كما هي. جعلته يرى كيف يأخذ النحل الطنان رحيق الأزهار لتحويله إلى عسل، فقال إنه لم ينتبه لرائحة الأزهار من قبل، ورأى أن النحل عليه ترك الأزهار وشأنها. وكلما جعلته يرى تغير شيء للأفضل أراد أن يبقيه على حاله. والآن يجلس بالداخل متعكر المزاج وينقع قدميه بوعاء من الإحباط. لكن نريد منه العودة للبستان. ربما نقنعه بالخروج بمساعدة أشيائه المفضلة. ابتعدوا، أنا مشغول بالانزعاج بشأن سطوع الشمس. أتعرف ما قد يقلل سطوعها؟ الغيوم الرمادية. حيلة ذكية. ألا تريد الخروج والبحث عن سائل اليرقات اللزج؟ لدي القليل بالفعل. ما رأيك بقطف بعض الأزهار؟ سمعت أنها تجعل السلطة بشعة. ربما غداً. إن غيرت رأيك؟ لن أفعل. سنكون عند البستان. لا أشعر بأجواء مهرجان حصاد التفاح. يبدو كمهرجاني. الصمت. ربما بعد نوم الأشجار لفترة قليلة قد نستطيع قطف الثمار. بصراحة. شيدي. لا تبكي يا شيدي، تفعل ما بوسعك في موقف صعب. أيها المزارع موسر، حاولنا مساعدة الأشجار لكن حتى الأماني لن تفيد من دون غلامي. ألا يوجد أمل؟
اعتنيت بمحاصيل بها مشكلة جفاف أو رطوبة أو حشائش، لكن لم أصادف أشجاراً عصبية من قبل. كل الأشجار هنا أصابها اكتئاب، لأن الشمس حارة لا ترحم الأحباب. لا تجاب. غير معقول، لم أرى موسر مكتئباً هكذا من قبل. هذه كآبة شديدة، لقد تفوق علي. الآن كل الأشجار بها التفاح. إن سمع غلامي هذه الأغنية فسيفرح بالفعل أو سيحزن. قد يكون هذا الحل لإعادة غلامي إلى البستان. بوسعنا استخدام بينك بينك ليسمع غلامي غناء المزارع موسر، وحينها سوف يود سماع المزيد وسيعود إلى البستان. حان وقت أمنيتي الثالثة. زيب زاب زو أختارك. استيقظا يا بينك بينك، تحققي أمنية. ألا يجب أن ينفصلا ليعملا؟ أتتذكر ما قاله زي؟ يتوتران حين يفترقان. لا تقلقا، ستعودان معا بأقصى السرعة. ستنفصلان قليلا فقط لمساعدتنا بإقامة مهرجان التفاح. اتفقنا؟ كل الأشجار هنا أصابها اكتئاب، لأن الشمس حارة لا ترحم الأحباب. هيا يا بي فلنذهب. أوكي ميولو. وهذا خطر جدا على كل الأشجار. الآن كل الأشجار ترو. لا أريد زيادة كآبة هذا اليوم، لكن حتى إن عاد غلامي هل سيعيد الغيوم؟ واثقة من ذلك بي، يحتاج فقط إلى الدافع المناسب. غلامي، أحضرت شيئاً سيعجبك بشدة. ابتعدي، أخبرتك بأنني لا أحب تجربة أشياء جديدة. لكن أعجبتك التفاحة الحامضة التي جربتها، أتتذكر؟ هذا أفضل منها، أعني أسوأ. كل الأشجار هنا أصابها اكتئاب. إنه المزارع موسر، يشعر بالحزن لأن أشجار التفاح لا تنام. سيريحني سماعه بينما أكل تفاحة حامضة، ليت لدي واحدة. يمكنك تناولها إن عدت إلى البستان، ويمكنك سماع غناء المزارع موسر عن قرب. هذا مجهد جداً، أترك المذياع قرب نافذتي. آسفة يا غلامي، لكن هذه الأمنية تريد العودة إلى نصفها الآخر، لذا إن أردت المزيد من التعاسة وكأنك في جنازة، عليك الخروج بحماسة. هل لاحظت ذلك؟ اتبعت القافية. انتظري، أريد سماع المزيد من هذا النواح البائس. الشمس شديدة السطوع بالفعل. نجحت الخطة يا بي، غلامي يتبع الموسيقى. لكن هذا ثمر مر بلا أي نجاح. الأشجار بها التفاح مر بلا نجاح. نجاح. أغنية بشعة، غنها مجدداً. ترو، عدت غلامي إلى هنا، هل الموسم سيتغير؟ وجوه حزينة وأغان حزينة وتفاح حامض، لماذا قد أغير هذا الوضع الكئيب المثالي؟ لأنه ليس مثالياً للجميع، تحتاج المملكة إليك لتجلب الخريف. هل ستواصلين مضايقتي حتى أعيد الغيوم؟ قولي نعم، قولي نعم. لا يا غلامي، القرار لك وحدك، لكن تغيير الفصل سيسعد الجميع. اعتدت جلب غيوم الخريف فقط لأنني أحبها، لم أفعل شيئاً لأجل أحداً غيري من قبل. سيكون تغييراً كبيراً بالطبع، ونعلم أنك تكره التغيير، لكن ربما تكتشف أنك تحب الأشياء الجديدة، كما حدث حين جربت التفاح الحامض. نعم، كان هذا جيداً بالفعل. أظن الشمس شديدة السطوع بالفعل. خذي لتظلي دافئة. لا بأس، احتفظ به. شكراً للمساعدة شيدي وهاشا باي وبينك بينك.
والآن إلى الحقيبة. نجح الأمر، غيوم قلمي أصابت الأشارة بالنعاس. فلتحيا الكآبة. آسف، فلتحيا الكآبة. لنتأكد من نومها. بدأت بالقيلولة. إذن لماذا نواصل الهمس؟ أنت محق، لا شيء سيوقظها حتى الربيع. إن الأشجار تنتظر الشتاء والأوراق. مرحبا بكم في موسم الأوشحة. إن نعم، وقت جمع الفاكهة. تفضل يا غلامي، أعلم أن أصوات السعادة تزعجك قليلاً. لا أفضل ارتداء الأوشحة، فهي مبهجة، لكن أشكرك. انظروا، ستبدأ معزوفة الألوان الجميلة. حسناً، الجميع سعداء. انتهى دوري. مرحى، سأذهب من هنا. انتظر يا غلامي، شكراً لجلب الغيوم، كان لطفاً شديداً منك. أياً كان، لا تنشري الخبر فحسب. تفضل يا بي، تناول كوباً من عصير التفاح. عصير التفاح؟ لكننا نشرب الكاكاو بالتفاح دائماً. وضعت فيه حلوى الخطمي أيضاً، جربه، قد يكون التغيير جيداً. إن التغيير لذيذ. أوه، برتلبي.